هنعمل النهارده كفته فراخ مشويه، عباره عن صدور فراخ، تبقى صدور مش وراك، صدور فراخ مخليه، ومعانا زبده وبقدونس وكزبره خضراء. البهارات بقى اللي انا حابه احطها مع صدور الفراخ، انا حاطه هنا بودره ثوم، بودره بصل، سماق، بابريكا، كمون، كزبره ناشفه، وبهارات فراخ وبقسماط وبصل وثوم. البصلايه تبقى صغيره جدا عشان ما تفكش الفراخ مننا. خلاص. طيب اهم حاجه بس يبقى فيه كبه عشان نقدر نفرم فيها صدر الفراخ بسهوله كده، اهو كده خلاص. ونحط بصلايه صغننه جدا اهي مع ثوم، نحط بقى البابريكا والسماق من الحاجات. بصوا، البابريكا والسماق، بودرة ثوم وبودرة بصل من الحاجات اللي بتحلي جدا كفتة الفراخ، لأن كفتة اللحمة لو ما اتبلتش قوي بتبقى حلوة برضو، لكن كفتة الفراخ لازم تتبل كويس جدا جدا كمان. اهو رشة كمون وبهارات الفراخ برضو بتخليها طعمه جدا، مع رشة بقسماط وما ننساش الملح والفلفل. ملح، فلفل اسود. نحطها كده بقى. بس اهي بقت عاملة زي العجينة اللي احنا ممكن نشكلها. هنا بقى انا بس ايه، عايزة احط هنا زيت عشان عايزة احط الخضار اللي انا هشويه مع كفتة الفراخ. هقطعه كده ايه مكعبات. عايزة احط الخضار عشان يلحق يتشوي. لو عندنا طاسة جريل زي دي تمام، ما عندناش احنا ممكن نحطه كده في صينية وندخلها الفرن، بيدي برضو طعم ظريف قوي. نبتدي بقى نصبع الكفتة. طيب هحط كده الكفتة اللي عندي بالطريقة دي كده. دي اهي كمان سخنت. هحط هنا بقى مكان الفلفل العيش عشان ياخد النكهة بتاعته اهو، وهرش عليه سماق كده. نحط زبدة، الزبدة بتطعمه جدا. نخلط كده الزبدة مع الزيت عشان بس ايه ما هي، ونرش عليه برضو ايه سماق. هنا في كده كفتة انا اصلا مصبعها، هحطها هنا. هحط هنا بقى على الكفته دي ساده اهي، دي هحط لها شويه ايه بقدونس على كزبره خضراء، وابتدي بقى ايه اصبحها. بنعجنها كويس قوي وابتدي اصبحها. اجيب كده وابتدي اصبحها بالطريقه دي. بصوا بقى الشكل. اهو
العيش ده عايزه اقول لكم بيخلي طعم الوصفه حلو جدا. عيش التورتيلا مش موجود، نعمل ايه؟ نجيب عيش لبناني عادي ونحطه، سواء بني او سواء بني او ابيض، يعني اللي انتوا حابينه. واحط برضو ايه كده شويه سماق. خلاص طيب، في بصلايه هنا بقى، انا عايزه برضو اشوي بصله. على فكره الخضار اللي احنا حاطينه ده مش بس للمنظر، ده هو بيبقى طعمه حلو جدا في الاكل، بالذات بقى ان انا شوياه بالزبده. عايزه اقول لكم طعمه بيبقى حلو قوي قوي قوي. طيب نشيل بقى ايه، نشيل دي كده، خلاص اهي استوت وبقى لونها جميل جدا.